هذا أفخاي أنا شبهته بالنمس، يعني أنا أطلق عليه النمس بيني وبين نفس. هذا النفس النمس شخصية باب الحارة. كراكوز كراكوز، أنا أطلق عليه اسم كراكوز. أنا أستاذ حسين شبهته بالنمس. هذا النمس أنا إلى مشهد. أطلق عليه اسم كراكوز. هذا النمس إلى مشهد يقنع شخص آخر يقول له أنت وأنت مدام تشرب الحليب فأنت أخ للخروف. هذا يصدر استاذ حسين، اكو مشهد باب الحاره يقول له يقنع هذا الجندي اللي عميل لفرنسا يقول له انت ما دام تشرب حليب فانت اخو الخروف. هذا افخاي، يعني انا شبهته بالنمس، يحاول احيانا يقول انا عراقي اصولي عراقيه، احنا ما نريد يعني حربنا ضد مو ضد العرب مو ضد اللبنانيين، احنا مع حزب الله. طبعا هذا لا يصدق كلامه الا الخروف. عندنا الكثير من اخوان الخرفان هاي اللي تحكي بالضبط. فانا اعتقد هذه القرقوزات اللي تخرج والنمسات النمس وغيرها هاي الشخصيه الحقيقه لا تؤثر بالمثقف بالواعي بالمقاوم بالمتدين، وحقيقه فقاعات. حتى هذا المتحدث الاخر دانيال هذا اللي طلع لنا كلاشينكوف وقال احنا دخلنا بالاراضي اللبنانيه وشوفوا حزب الله كيف هذه ثكنة عسكرية. حقيقة هاي مسرحيات احنا شايفينها وعارفيها، والمقاومة لا زالت بخير